بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيك معايا سنه رابعه. النهارده هناخد اول درس لينا في المنهج، واللي بيتكلم عن الجهاز الهضمي في الانسان. قبل ما نتكلم عن الدرس بتاعنا لازم نعرف شويه اساسيات. لازم تعرف انت ايه. انت كانسان بنقول عليك كائن حي، الانسان كائن حي والحيوان كائن حي. انت بتختلف عن الديسك، ان الديسك ده يعتبر جماد. طب انت بتختلف عنه في ايه؟ انت بتختلف عنه ان انت بتقوم ببعض العمليات الحيويه. ايه العمليات الحيويه اللي انت بتعملها؟ تغذيه، بتعمل تغذيه وبتعمل نقل، تنفس، اخراج، حركه، احساس، تكاثر. دول بقول عليهم ايه؟ دول بقول عليهم عمليات حيويه. بتقوم بيهم ليه؟ بتقوم بيهم للبقاء والاستمرار على الحياه. طب يا ترى العمليات الحيويه اللي موجوده قدامك ديت جهاز واحد بس اللي بيقوم بيها؟ لا طبعا، كل عمليه حيويه ليها جهاز خاص بيها بيقوم بيها. مثلا انا عندي جهاز زي الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي وظيفته ايه؟ الجهاز الهضمي بيقوم بهضم الغذاء وامتصاصه. والجهاز التنفسي، وظيفة الجهاز التنفسي بيقوم بالتنفس. وعند الجهاز الدوري وظيفته الايه؟ توزيع الغذاء. يعني ايه توزيع الغذاء؟ يعني بيقوم بعملية النقل، بيقوم بعملية النقل. طيب بينقل ايه الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري ده بينقل غذاء مهضوم وبينقل اكسجين. بينقلها لفين؟ بينقلها الى جميع خلايا الجسم، وبعدين بياخد من الخلايا دي ثاني اكسيد الكربون والفضلات ويوديها الى اعضاء الاخراج. زي مين اعضاء الاخراج؟ زي الجهاز البولي. الجهاز البولي ده بيخلصنا من المواد الضارة اللي هي الفضلات اللي موجودة في الجسم. عندي جهاز كمان اسمه الجهاز العصبي. الجهاز العصبي يعتبر من اهم الاجهزة اللي موجودة في جسم الانسان. بيعمل ايه الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي بيجعلنا نحس. نحس ازاي؟ عن طريق الجلد، نسمع عن طريق الاذن، نرى عن طريق العين، نشم عن طريق الانف، ونتذوق عن طريق اللسان. عندي كمان جهاز يسمى الجهاز التناسلي. الجهاز التناسلي بيعمل على انتاج افراد جديدة. يعني ايه انتاج افراد جديدة؟ يعني التكاثر. يبقى دلوقتي زي ما احنا شفنا كل جهاز ليه وظيفة معينة بيقوم بيها. انا دلوقتي هدرس معاكم جهاز يسمى الجهاز الهضمي. لسه قايلين دلوقتي ان الجهاز الهضمي ليه اهمية. ايه هي اهمية الجهاز الهضمي؟ اهمية الجهاز الهضمي هي الهضم وامتصاص الغذاء. زي ما انت شايف في الرسمة اللي قدامك دي، ده يعتبر الجهاز الهضمي. ده جهاز بيتكون من مجموعة من الاعضاء. اعتبر نفسك بتتناول وجبة الغداء. اول حاجة بتحط الاكل فين؟ بتحط الاكل في تجويف الفم، وبعد ما تحطه في الفم بينزل على قلب العوم، وبعدين يمشي في المريء لحد ما يوصل لفين؟ للمعدة. المعدة يا ولاد موجودة تحت ايدك الشمال تحت القلب مباشرة. بعد المعدة بتبدأ الامعاء الدقيقة، وبعدين الامعاء الغليظة، وبعدين المستقيم وفتحة الشرج. لو لاحظت يا سنة رابعة انا ماشية كلها ورا بعضها، فعشان كده بقول عليها ايه؟ دي كلها انبوبة على بعضها، بقول عليها قناة هضمية. يبقى اول حاجة الجهاز الهضمي بيتكون من ايه؟ بيتكون من قناة هضمية. طيب في حاجة تاني بيتكون منها الجهاز الهضمي. لو لاحظنا هلاقي البق ده فيه ايه؟ فيه الدايرتين دولت عبارة عن ايه؟ عبارة عن غدد لعابية. وايه كمان؟ قصاد المعدة في الناحية اليمين فيه ايه؟ فيه كبد. تحت المعدة فيه ورقة شجر. ورقة الشجر ديت بقول عليها البنكرياس. موجودة فين؟ موجودة تحت المعدة. دولت مش موجود من ضمن الأنبوبة، فبقول عليهم اسمهم ملحقات القناة الهضمية. يبقى الجهاز الهضمي بيتكون من قناة هضمية وملحقات القناة الهضمية. طب القناة الهضمية أقدر أعرفها وأقول عليها إيه؟ هقول عليها هي أنبوبة عضلية طولها من 9 إلى 10 أمتار. كمان مرة، القناة الهضمية عبارة عن أنبوبة عضلية، أنبوبة كلها متصلة ببعضها زي ما احنا شايفين، طولها من 9 إلى 10 أمتار. بتبدأ بفتحة تسمى فتحة الفم، وبرضو بتنتهي بفتحة تسمى فتحة الإس أو فتحة الشرج. يبقى دلوقتي الأنبوبة العضلية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن قناة هضمية. طب بتتكون من إيه؟ بتتكون من فم، بلعوم، مريء، معدة، أمعاء دقيقة، وأمعاء غليظة، ومستقيم، وفتحة الإس أو فتحة الشرج.
ايه هي ملحقات القناة الهضمية؟ رقم 2 ادي ملحقات القناة الهضمية. ايه هي ملحقات القناة الهضمية؟ ملحقات القناة الهضمية كبد وبنكرياس وغدد لعابية. هندرس جزء جزء من الجهاز اللي موجود قدامنا ونشوف وظيفة كل واحد ايه. انا قلت لك ان الجهاز الهضمي ده وظيفته ايه؟ وظيفته الهضم. طب يعني ايه هضم؟ انت ما بتاكل الساندوتش يا ترى بتستفاد منه زي ما هو كده موجود قدامك؟ لا طبعا، الساندوتش هو موجود قدامك ده موجود في صورة معقدة، مجرد ما بيدخل من اول الفم لحد ما يتهضم في الامعاء الدقيقة ده بيتحول الى صورة بسيطة. فبقول الهضم هو تحويل الغذاء من صورة معقدة كان موجود في صورة معقدة الى صورة ايه؟ صورة بسيطة. طب ليه بحوله من صورة معقدة الى صورة بسيطة؟ ليستفيد منها الجسم. عشان جسمي يقدر يستفيد من المواد ديت انا لازم احوله من صورة معقدة الى صورة بسيطة. نبدأ في تركيب الجهاز الهضمي. قلنا بيتكون من قناة هضمية وملحقات قناة هضمية. القناة الهضمية بتتكون اول حاجة بتتكون من ايه؟ بيتكون من فتحة الفم. لو شفت الفم بتاعك هتلاقيه موجود فيه ايه؟ هتلاقيه موجود فيه اسنان وفيه لسان وفيه غدد لعابية. تعال نشوف الاسنان الاول. الاسنان ديت يا اولاد اول ما الطفل بيتولد وبعد كده بيبقى عنده اسنان، بيبقى عنده اسنان اسمها اسنان لبنية. الاسنان اللبنيه دي بيبقى عددها 20 سنه. عددها قد ايه؟ عددها 20 سنه. طب الاسنان دي بيحصل لها ايه؟ الاسنان دي بتبقى موجوده عند الانسان لحد ما بتبتدي تخلعها وبيطلع لك مكانها اسنان تانية. الاسنان اللبنيه انا عندي دولت بيبقى عندي فكين اتنين، فك علوي وفك سفلي. انا بقسم ال 20 سنه دولت على الفكين، يبقى هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 10 اسنان في كل فك. هيبقى عندي ايه؟ 10 اسنان في كل فك، 10 في الفك العلوي و10 في الفك السفلي. لحد ما الانسان يبتدي يغير الاسنان اللبنيه وهيبقى عنده اسنان تسمى اسنان دائمه. الاسنان الدائمه ديت عددها 32 سنه. برضو هقسم ال 32 سنه دولت في الفك العلوي والفك السفلي. اما اجي اقسم ال 32 في كل فك هيبقى عندي 16 سنه في الفك العلوي و16 في الفك السفلي. زي ما انت شايف ده فك علوي وده فك سفلي. تعال نقسم ال 16 مع بعضنا. اول ما بتفتح بقك هتلاقي 1 2 3 4، دولت اربع السنان اللي قدام بقول عليهم عباره عن اربع قواطع. عباره عن ايه؟ اربع قواطع. دولت اول حاجه. زيهم بالظبط موجود في الفك السفلي تحت برضه نفس الحكاية أربع قواطع. طيب إيه اللي جنبهم؟ جنبهم واحدة من هنا وواحدة من هنا بقول عليهم اسمهم اتنين ناب. يبقى أربع قواطع واتنين ناب. أربعة واتنين كام؟ أربعة واتنين ستة. ستة من الستاشر يبقى فاضل عندي عشرة. العشرة دولت بقول عليهم عشر ضروس. يبقى بقسمهم الى اربع قواطع واتنين ناب وعشر دروس. تعال نشوف الدروس اللي موجودة قدامنا. ادي الدروس اللي موجودة قدامنا. بص معي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. دولت خمسة الناحية دي وخمسة الناحية دي هيبقوا كام؟ كده بقول عليهم دولت عشر دروس. خمسة الناحية دي وخمسة الناحية دي. اول اتنين على طول في الدروس بقول عليهم اسمهم دروس امامية. بقول عليهم دروس ايه؟ دروس امامية. فاضل كام واحد؟ فاضل تلاتة. بقول عليهم تلات دروس خلفية. يبقى بقسم ال 16 الى اربع قواطع. طب القواطع بتعمل ايه؟ من اسمها قواطع يبقى وظيفتها تقطيع الطعام. كام ناب؟ اتنين ناب. ايه هي وظيفة الانياب؟ وظيفة الانياب تمزيق الطعام، بتبتدي تمزق الطعام. بعد ما تمزق الطعام بيتنقل ويروح للدروس. الدروس بتعمل ايه؟ بتعمل على طحن الطعام. يبقى في مرحلة الطفولة عندي اسنان لبنية عددها 20 سنة. بقيت في مرحلة البلوغ وكبرت بقى عندي اسنان دائمة عددها 32 سنة. بقسمهم الى اربع قواطع لتقطيع الطعام واتنين ناب لتمزيق الطعام وعشر دروس لطحن الطعام. اربع قواطع اتنين ناب وعشر دروس. ايه كمان موجود عندك جوه الفم؟ موجود عندي كمان جوه الفم في حاجة اسمها اللسان. موجود طبعا في بقك اللسان. تفتكر لسانك وظيفته ايه؟ اول ما بتيجي تتكلم بتلاقي ان لسانك بيتحرك. ليه لسانك بيتحرك؟ لسانك بياخد الصوت اللي طالع من الحنجرة ويترجمه ويطلع الصوت.
يبقى اللسان بيعمل على ترجمة الصوت الخارج من الحنجرة. هو بقول ان هو وظيفته الايه؟ وظيفته الكلام، بقول عليه ان هو عضو الكلام. طب اللسان بيعمل ايه كمان؟ لو حطيت الاكل ببقك وابتديت تمضغ الاكل هتلاقي ان لسانك بيتحرك ما بيقفش. معنى كده ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل على تقليب الطعام، هو مش بيقف علشان بيقعد يقلب الطعام جواه. طب ما بيقلبه بيعمل ايه؟ بيساعد على خلطه باللعاب، وهقول لك يعني ايه لعاب دلوقتي. معنى ان هو بيختلط باللعاب ان هو بيسهل في بلعه، وبيسهل ايه كمان؟ في عمليه الهضم. طب اللسان ليه وظيفة كمان؟ ايوه، وظيفة اللسان هي تذوق الطعام. يبقى اقدر اقول دلوقتي ان اللسان ليه 3 وظائف. اول وظيفة هي الكلام، رقم 2 تقليب الطعام وخلطه باللعاب، رقم 3 تذوق الطعام. نشوف بعد كده ايه اللي موجود في الفم كمان. عندي موجود في الفم قلت لك عبارة عن الايه؟ الغدد اللعابية. الغدد اللعابية ديت يا اولاد عبارة عن 3 ازواج. عبارة عن ايه؟ 3 ازواج. طب ال3 ازواج دولت موجودين فين؟ زوج موجود تحت اللسان، وزوج موجود تحت الفك السفلي، وزوج موجود ورا الودان. انا هتكلم عن الازواج اللي موجودة جوه الفم النهاردة. الازواج اللي موجودة جوه الفم النهاردة دي بتفرز سائل، السائل ده بيسمى اللعاب. يبقى الغدد اللعابية بتفرز سائل يسمى اللعاب. اللي مين اللي بيختلط الطعام بيه؟ اللسان. اما بيقلب الطعام بيخلطه باللعاب. ايه اللعاب؟ اللعاب ده سائل تفرزه الغدد اللعابية. اللعاب ده يا اولاد بيحتوي على مواد هاضمة، المواد الهاضمة دي تسمى الانزيمات. طيب الانزيمات او اللعاب هيعمل لي ايه؟ هيعمل على هضم المواد النشوية، النشويات هتتهضم وهتتحول الى سكريات. معنى النشويات اتحولت الى سكريات يبقى انا بكده تم هضم المواد النشوية. يبقى اقدر اطلع اول معلومة موجودة عندي في الجزء ده واقول ايه؟ واقول ان يتم هضم النشويات في الفم، هتتهضم في الفم بما ان الغدد اللعابية موجودة في الفم. بواسطة مين؟ مين اللي هيهضمها؟ اللعاب. طب ليه اللعاب يا اولاد بيهضم المواد النشوية؟ هقوله لانه بيحتوي على مواد هاضمة تسمى انزيمات. يبقى انا خدت دلوقتي الفم وعرفت موجود جواه ايه. تاني حاجة موجودة من مكونات القناة الهضمية هلاقيها بتتكون من ايه؟ بتتكون من البلعوم. بتتكون من ايه؟ بتتكون من البلعوم. ايه هو البلعوم ده؟ البلعوم ده مجرد ان هو تجويف مشترك. يعني ايه تجويف مشترك؟ يعني ممر او مكان مشترك. مشترك ما بين مين؟ مشترك في الجهاز التنفسي، وكمان مشترك في الجهاز الايه؟ الهضمي. يعني ايه؟ يعني لما اجي اخد تركيب الجهاز التنفسي هلاقيه بيتكون من البلعوم. وانا دلوقتي بقول لك ان الجهاز الهضمي برضو فيه من تركيبه الايه؟ البلعوم. عشان كده بقول ان البلعوم عبارة عن تجويف مشترك في الجهاز الهضمي والجهاز الايه؟ الجهاز التنفسي. انا قلت لك ان القناة الهضمية بتتكون من الفم والبلعوم وبعدين المريء. يبقى مين اللي جاي بعد البلعوم مباشرة؟ جاي بعده المريء. فعشان كده بقول ان هو تجويف مشترك يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى المريء. وهنعرف الدرس الجاي ان شاء الله ان هو برضو بعد البلعوم في الجهاز التنفسي هيجي بعده ايه؟ هيجي بعده القصبة الهوائية. فممكن كمان اقول عليه ان هو تجويف مشترك بيؤدي الى المريء والقصبة الهوائية. ثالث حاجة بيتكون منها القناة الهضمية بتتكون من المريء. تعال نشوف المريء. المريء ده عبارة عن أنبوبة عضلية. أنبوبة ايه؟ أنبوبة عضلية. كل وظيفتها انها هتوصل الطعام من البلعوم الى المعدة. يبقى هتوصل الطعام منين؟ من البلعوم ليصل الى ايه؟ ليصل الى المعدة. وبكده نكون خدنا الجزء الاول من الجهاز الهضمي. اقابلكم المرة الجاية ان شاء الله في باقي الجهاز. شكرا.